مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ هلا اليوم بدنا نطبق نشاط، بس قبل هذا النشاط انا حابه اتعرف عليكم. رح نبلش باليمين، تفضل عرفنا عن حالك. فاخم اسماعيل من الصف الثامن. اهلا وسهلا فيك يا فاخم، تفضلي. انجل اسماعيل من الصف الثامن. اهلا وسهلا فيكي، تفضل. سماء الحمدان الصف الثامن. اهلا وسهلا فيكم، تفضلي. ماسا ماضي من الصف السابع. اهلا وسهلا، تفضل. علي عرنوز من الصف الثامن. اهلا وسهلا. جوليا سابق من الصف السابع. اهلا وسهلا فيكم، انا كثير مبسوطه انه تعرفت عليكم وانه اليوم رح نطبق سوا نشاط بنستخدمه كثير بحياتنا اليوميه، تمام؟ فنحن رح نطبق هذا النشاط على شكل لعبه، رح نلعبها سوا. رح نشكل مجموعتين، المجموعه الاولى رح تتالف من فاخم ومن انجل ومن السموال، والمجموعه الثانيه رح تتالف من ماسا ومن علي ومن جوليا، تمام؟ هلا فكرة النشاط يلي رح نأديه اليوم هو انه في عندي بهذا الصندوق مجموعة اوراق، كل ورقة فيهم بتحمل رسالة معينة، تمام؟ فأنا رح اختار شخص من المجموعة الأولى يطلع لعندي ويسحب ورقة يشوف شو الرسالة يلي موجودة فيها، طبعا بس بنظره حصرا، ويجرب يحذرها للمجموعة الثانية. هلا معه دقيقة واحدة فقط لتطبيق هذا الموضوع، لمحاولة إيصال الرسالة. إذا حذرتها المجموعة فنحن منسجلها نقطة، أما إذا ما حذرتها في عنا خلينا نقول مثل هيك لعبة ارتداد، ممكن مجموعة فاخم أنه تعطيني جواب، تمام؟ رح نبلش من عندك يا فاخم، تفضل لعندي. بدون كلام، أهم شيء نحن نحاول نحذر المجموعة الرسالة بدون أي كلام، تمام؟ تفضل. تفضل، معك دقيقة. واحدة، واحد، اثنين، ثلاثة، ابتدى التوقيت. لا للتدخين، برافو. رح نسجل نقطة، بس طبعا خلينا نتأكد من الرسالة. الرسالة هي عبارة عن صورة ايدين حاملين سيجارة وعم بيقطعوها او عم يقسموها بالنص، يعني دليل تعبير رفض تدخين. فاذا نحن رح ناخذ المجموعة الاولى، اخذت اول نقطة. شكرا لك يا فاخم. ناخذ ماسة من المجموعة الثانية، تفضلي. اختاري ورقة. تمام، يلا معك دقيقة تفضلي للمجموعة. أعطوا احتمالات. كتاب. الموبايل. قراءة الكتاب. مفيدة لل. حينتهي التوقيت. قراءة الكتاب. طبعا عندي. ممتعة. قراءة الكتاب ممتعة، ممكن ناخذها هيك؟ ما بعرف شو الرسالة كانت، خبرينا فيها انت. الرسالة انه رح نشجع على المطالعة باوقات الفراغ. تشجيع على المطالعة باوقات الفراغ، قلتكم نحسب لهم اياها ولا لا؟ قريبة جدا، رح نحسبها نقطة للمجموعة الثانية. تفضلي انجل عندي. بسرعة بسرعة. تفضلي. يلا معنا دقيقة. التدخين. للأسف انتهى التوقيت. المجموعة الأولى عندكم إجابة؟ رائحة التدخين، إنه هيك إنه غير كريهة. شو كانت الرسالة يا انجل؟ سبب رائحة كريهة للفم. برافو، زفق للمجموعة الأولى. لفقوله. إذا المجموعة الأولى كمان عندهم علامة. تفضل يا علي لعندي.
يلا معنا دقيقة. 1 2 3 ابتدينا. تفضل للمجموعة. كم كلمة رسالة؟ خليه يرجع يشوفها بكي معه. ترجع تشوفها؟ يلا. بجرب. يلا. يلا يا علي. جربوا اعطوا احتمال على حركاته. حركاته كانت انه خفيف يعني. اشرحها. لا للتفت. لا. طيب بس عيدة بس عيدة. عيدة بس عيدة. انه عدم البقاء على الشبكة والطوي. انتهى التوقيت للأسف. مجموعة الثانية عندكم إجابة؟ عدم تضييع الوقت. للأسف كمان انتهت الفرصة. فالمجموعتين رح يكون عندهم هون تفضل. شكرا يا علي. بس شو كانت الرسالة؟ لا للتنمر الالكتروني. هيك يعني. طبعا اذا لاحظتوا رسالة هي عبارة عن كتابة، يعني رسالة على الجهتين، عبارة عن كتابة وعن صورة كمان بتعبر عنها. تفضلي يا سما وقال. لون الورقة خضراء من لون كنستك. تفضل لهم. يلا 1 2 3. العقل السليم في جسم سليم. برافو. متأكد من الرسالة أول؟ العقل السليم في الجسم السليم. برافو. تفضل يا جوليا. واحد 2 3 ابتدينا. جربوا عطوا احتمالات على هو ما هي عم تحكي. كرسي المساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. برافو. رسالة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في أنحاء العالم. ما هي؟ ما شرحت فيها. ما شرحت في أنحاء العالم، بس نحن رح نعطيها العلامة. هلا جربنا نحن ناخذ مجموعه من الرسائل اذا لاحظتوا. تمام. الشخص اللي واقف كان هون وعم بجرب ينقل لكم الرساله نحن بنسميه مرسل. انتم المستقبلين. الشيء المهم بمهاره التواصل اللي نحن عم ناخذها انه تكون محتوى الرساله واضح تماما. فاذا لاحظتوا وقت رساله للتنمر الالكتروني كان المحتوى شوي صعب بالنسبه للي بده ينقل الرساله، وبالتالي ما قدر يوصلكم اياها بطريقه صحيحه. طبعا نحن هون عم نحكي عن تواصل اسمه تواصل غير لفظي من دون كلام. عم نجرب ننقل رسائل بواسطه شو؟ مين بيقول لي؟ تعابير حركات الجسد. تماما. اذا بواسطه تعابير وحركات الجسد. طيب شو رأيكم نجرب نعيد هذا النشاط أو هي اللعبة خلينا نقول بطريقة مختلفة؟ بدل من دون كلام حنعبر عن الرسالة لكن بكلمات غير كلمات الرسالة. خلينا نقول كلمات قريبة، تلميح، كلمات قريبة من الرسالة. رح أخذ شخص من المجموعة الأولى وشخص من المجموعة الثانية. تمام؟ رح ناخذ سمع وقال من المجموعة الأولى. تفضل لعندي. نفس الفكرة أنه بيعطوها إياها. بده يعطيكم كلمات ممكن بحركات جسده، لكن هو بده يحاول يعطيكم مصطلحات أو مفردات مختلفة عن الرسالة لكن تعبر عنها. لا هي جملة شلون بدي ممكن وصلها؟ تشوف كيف أنت بدك توصلها، ممكن بحركات الجسد كمان لكن مع مفردات. وإذا ما عرفوها بترجع تجي لعنا؟ نفس الكلام. يلا 1 2 3. سيارة. الالتزام. الالتزام بوضع الحزام الأمام أو الالتزام بحفظ السرعة. الالتزام بخواطر.
القيادة. صح، عارفة أنسى. التزام بقواعد القيادة. إجراءات أو قواعد. اتبع إجراءات. هي اتبع إجراءات سلامة أثناء قيادة السيارة. يعني كانت تقريبا 80% منا موفقة. كمان نحن رح نحكي عن المجموعة الأولى، رح نحط لهم نقطة. المجموعة الثانية رح اختار منها، اي تفضل لعندي. نشوف اذا حتحزروها. يلا قبل التناول. غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام. شو بناكل؟ نغسل. نقوم بتغسيل الخضروات. الخضروات قبل تناولها. تماما. شو كانت الرسالة؟ كانت عبارة عن صورة، صورة ايد عم تغسل الخضار والفواكه قبل تناولها. شكرا كثير لك. إذا إذا لاحظتوا نحن عنا هون مهارة اسمها مهارة التواصل، هي مهارة حياتية نحن بنمارسها يوميا بكل المواقف الحياتية اللي نحن ممكن نتعرض لها. مثلا التواصل كان بين بعضكم، وكمان كان بينكم وبيني، من خلال العيون، من خلال حركات الجسد وإيماءات الوجه، من خلال نبرة الصوت، لما آخر شيء عملنا تمرين بسيط عن التواصل اللفظي. طبعا أنا بدي أشكركم كتير على هذا النشاط، وبدي أشكركم على تفاعلكم، وإن شاء الله بنلتقي بأنشطة جديدة. تتنوع الأنشطة الخاصة بمهارة التواصل لغنى هذا المحور بالنقاط المندرجة تحته، والتمكن من التواصل غير اللفظي الذي يرى البعض أنه لا يعدو عن كونه لعبة بسيطة تضيف التسلية والمرح ليوم الطفل، إلا أنها تساعده عند التواصل مع شخص لا يجيد لغة الطفل كأجنبي أو من ذوي الإعاقة السمعية ممن يتواصلون بالإشارة كلغة لهم. للأهل دور كتير كبير طبعا بتنمية مهارة التواصل، لأنه إذا الطفل ما تواصل مع أهله بالدرجة الأولى، والأهل هنا القاعدة الأساسية اللي هو عم يطلع منها، فبالتالي حيكون في عنده مشكلة، خليني أقول، بالتواصل مع الآخرين ومع البيئة والمجتمع اللي هو بحيط فيه. طبعا أهم شيء الأهل يستمعوا لأطفالهم، لأنه من أهم أساسيات التواصل الفعال هو الإصغاء الجيد. لازم يستمعوا لأطفالهم، يشوفوا شو مشاكلهم، يعاونوهم على حلها. وبالتالي دور الأهل بعملية التواصل مهم جدا من المراحل المبكرة جدا. يعني إذا بتلاحظي بيكون التواصل غير الجسدي بين الأم والرضيع بدون ما هو لسه يكون تعلم النطق، فبالتالي بيبدأ، خلينا نقول، تبدأ مهارة التواصل من الأسرة. طبعا بالمناهج المطورة ركزنا كتير بشكل كتير كبير على مهارة التواصل. خليني مثلا أعطي مثال من المناهج. في عندي باللغة العربية من صف الأول لصف البكالوريا بكل درس في مهارة ثابتة اللي هي أستمع وأتحدث، لحتى أنا أول شيء عرفوا أهمية الاستماع والإصغاء الجيد والتحدث، بصل لخليني أقول مهارة كمان ثابتة اللي هي أتواصل شفويا للتعبير الشفوي. وكمان في عنا أيقونة ثابتة كانت بكل درس باللغة العربية هي أتواصل مع أسرتي، وموجودة نفس الأيقونة بكتب العلوم المطورة. هاي الأيقونة فتحت آفاق للتواصل، خليني أقول، بشكل أكبر، مو بس بين المتعلمين ومعلمهم أو بينهم وبين زملائهم، لكن هي فتحت آفاق تواصل بين المدرسة والبيت، وهذا كتير مهم للمتعلمين بمختلف مواقف حياتهم. طبعا في عنا باللغة الإنجليزية كمان مهارة الاستماع والتحدث ضرورية جدا. يعني فيك تقولي بكل المناهج المطورة موجودة مهارة التواصل وبقوة، خليني أقول، من خلال عمل المجموعات، من خلال التواصل بين المتعلمين لإنجاز الأنشطة وتنفيذها. التواصل الفعال سواء كان لفظيا أو غير لفظي إنما يساعد على التعبير عن الأفكار والمشاعر، ويسهل فهم الطرف الآخر لرسالتك دون الدخول في متاهات الضياع نتيجة عدم وضوح هدف المرسل،
وهو ما يكسب الإنسان عموما والطفل خصوصا ثقة بالنفس ويعزز علاقته مع محيطه. إلى اللقاء. شقت لي طريق.